قولي أي كلمة طيب، أي حاجة. بصيلي بس واحدة بس، اعملي أي حركة إن شاء الله حتى تضربيني. اضربيني يا توا، اضربيني. فاكر يا توا؟ فاكر احنا كنا بنعمل كل حاجة مع بعض؟ أي مشكلة كنا بنعديها مع بعض؟ تو انت روحي، عمرك سمعت يعني إنسان ممكن يعيش من غير روحه؟ طب فاكرة الأغنية اللي كنا بنغنيها مع بعض لما بنبقى زعلانين؟ مهما كان ليلك طويل كل حاجة بتعدي، مهما كان حملك تقيل كل حاجة بتعدي. شفتوا يوسف؟ شفتوا بقت عامل ازاي؟ كأنها ميتة، جثة بس فتح عليها. بعد الشر عنها، ما تقلقش، ربنا كبير، ثم في امل يبقى ان شاء الله خير، ما تقلقش. في امل؟ اه في امل. ازاي طيب؟ هي دي توا اللي كانت البصه في وشها تساعدني العمر كله، دي توا اللي كانت دايما منوره. هي ظلمت. طيب توا انطفت خلاص يا يوسف. الدكتور قال لك ايه؟ قال لك في اي جديد؟ قال لي ممكن تفضل في الحالة دي اسابيع او شهور طويلة او سنين، ويا عالم بقى لما تخرج تخرج لي توا اللي انا عارفها ولا مش هبقى عارفها. الهات ماما تتفرج، بعد ماما تتفرج هتنبسط قوي والله، تشوف اللي احنا وصلنا له بقى عامل ازاي. قلنا خلاص بقى بلاش نفتح الموضوع ده تاني بعد اذنك، ممكن الموضوع ده اتقفل خالص. لا ما اتقفلش يا يوسف، متفلش. مش جايز لو عرفت ان الفلوس جايه تفوق من اللي هي فيه وترجع لي. انا عايز توا ترجع لي يا يوسف، قولي معايا توا، مهما كان ليلك طويل كل حاجة بتعدي. ومن أكبر مفاجآت العيد السنة دي هي عودة النجمة المعتزلة اللي عادت لينا بشكل جديد خالص في الجزء الثاني من فيلم حواجيد الساحل.
نجمتنا النهارده هي الفنانه شهد. شهد منورانا وكل سنه وانتي طيبه. ميرسي حبيبتي، كل سنه وانتي طيبه وكل سنه والجمهور الكريم بخير وسعاده، ويا رب السنه دي تبقى سنه حب وفرح وبهجه على الامه الاسلاميه كلها. كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا شهد. شهد اكيد كل الناس والمشاهدين عايزين يعرفوا شهد عادت ازاي العوده الجميله دي. هو انا الحقيقه مش هقدر يعني احكي عن الدور لان مش عايزه احرق التفاصيل بتاعته، لان دور مختلف جدا وكبير عليا. انا ما عملتش الدور ده يعني قبل كده، صح عملت الجزء الاولاني، بس في الجزء الثاني تقدر تقول يعني انا ذاكرت تفاصيل كتير، لانه تعرفي انا برضه اتفرج على افلام اجنبي كتير وخصوصا افلام اللي كنت بشوفها لو بس تعرفي كتير قوي بتشدني بيها، فاخدت منها تفاصيل كتير قوي فاخدتها في الدور. وان شاء الله يعني الدور يعجب كل المشاهدين ويحب على اعجابه ورضاهم ان شاء الله. طب يا ترى شفتي ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير. أخبار القضية إيه؟ أنا مش متابع. نعم أخويا. قلت إيه؟ مش أنت اللي متابع مع المحامي خالد؟ هو حصل إيه في الدنيا؟ ايه اللي حصل عشان تهتم كده مرة واحدة؟ مش انت برضو اللي حاطط ايدك دايما في المية الباردة وعامل لي فيها من بنها كأنها ملايين امي؟ ممكن تبطل الطريقة دي وتتكلم معايا بجد شوية؟ مفيش جديد، والجلسة بعد بكرة وهيتحكم فيها، والحد دلوقتي انت واخواتك مشاريع مليونيرات، لكن بعد بكرة هتفضلوا شحاتين زي ما انتوا. طب وبعدين؟ هلا قبلين اخوي. مش انت برضو اللي بعظمة لسانك كنت دايما تقولي اطلع منها يا حاج خالد؟ مالكش دعوة بينا يا حاج خالد؟ ابعد عن امي يا حاج خالد؟ اديني اخويا خلعت خالص. ولو كنت سبتك بقى كنت هتعمل ايه؟ لا كنت هعمل، بس مش لوحدي، كنتوا كمان لازم تبقوا معايا ايديكوا على ايديا. بس اقول لك حاجه ابو كمال، اللي فات مات والمسامح كريم، حطوا ايديكوا في ايديا نقف جنب بعض. انا كنت لسه مصلي ومتوضي وقاعد بدعي بقول يا رب معقول الناس الطيبين دول يسيبوا حقهم كده نروح بالسهل، لقيتك بتخبط. اسمعني كويس اخويا، احنا لازم نبقى مع بعضينا ونجتمع تاني، ولازم كلنا نروح للحجة ونقف كلنا مع بعض قصادها على كلمة واحدة. انا اقصد يعني نقنعها بأي طريقة بالعقل. اسمعنا كويس يا ابو كمال، لازم تكلم اخواتك ونروح للحجة النهاردة الليلة يا كمال، مش بكرة، بس بعد صلاة التراويح. أنا عارفة إن إخواتك كلهم في كرب وعايزة أدعيله، يمكن ربنا يستجيب يا بنتي. على فكرة أنا محوشة كده مبلغ صغير، يعني مش كتير قوي، إديه لدالية وكأنه منك أنتي، أنا مش عايزة أحرجها، إديهولها وربنا يتوب عليها بقى من العيشة اللي هي عايشاها دي يا بنتي، ربنا يفوقها لنفسها. كمال كمان عايزة أدعيله، بقى متنتش في الناحيتين، نفسي ربنا يهديه ويعدل بين دي وبين دي ويكفيه شرهم ويأكله خيرهم. نفسي كمان حنان، نفسي حنان ربنا يديها عيل سليم سليم عشان يعوضها عن الواد اللي مات. نفسي كمان أخوك يا عمر، أخوك يا عمر اللي كانت ضحكة ما بتفرقوش، نفسي يرجع يضحك تاني، نفسي يرجع سعيد ومبسوط. يا رب رد له مراته ام عياله يا رب. نفسي كلهم يبقوا بخير كلهم، مش عايزه انسى حد وانت بقى ساعتها هتفكريني.
يوسف. ده يوسف ده ليه دعاء تاني. وانت كمان يا حبيبتي، انت يا ونستي يا بنت عمري، بدعيلك من كل قلبي، نفسي اشيلك عيل، نفسي تفرحي بيه، نفسي يطلع بر بيكي زي ما انت بره بيا، نفسي يخلي باله منك ويبقى لك اهل وسند وعكاز تتعكزي عليه في كبرك. والنبي يا ماما، ده كله سلف ودين، سلف ودين والله، سلف ودين. وربنا مش هيضيع عليكي ابدا تعبك معايا، انا عارفه. مش عايزه حاجه، انا الضحكه بس اللي بتضحكيها قدامي كده بالدنيا وما فيها، وحق جلال الله انا كفايه عليا بس كده اوطي على رجلك ابوسها. انت حبيبتي، انت حبيبتي، وعارفه ان انت هتكسبي دنيا واخره. النبي يا ماما راضيه عني قوي، وهتكسبي بالحلال. طب احلفي، احلفي يا ماما، راضيه عني؟ راضيه عنك والله. انت عارفه يا ماما كل شويه اقعد اقول كده ايه، انا خايفه، انا مرعوبه، قلبي يقول لي ليه يا منيره، هقول لها عشان اكون عملت حاجه زعلت. يا بنت انت عمرك ما عملتي حاجه غلط، عمرك، بس ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا رب، اللي قدروا طيبتك. انت حبيبتي، انت بجد حبيبتي. تعالي. ايه الحب ده كله؟ ايه؟ مش هينوبني من الحب جانب ولا ايه؟ لا ينوبك، وينوبك حبه كبيره كمان. قولي بقى، هو انت رايح تغني الغنوه بتاعتك بالهدوم دي؟ مش قلت انها هتذاع في التلفزيون؟ لا يا حبيبتي ما تقلقيش، انا واخد معايا لبس تاني، وبعدين ما تقلقيش، دي غنوه كده على الضيق يعني، هصورها انا واصحابي في الشارع. ادعي لي بس انها تتصور كويس. ربنا يكتب لك في كل خطوه سلامه والتوفيق كله حبيبي. يا بختك يا عم، يا بختك، الجنة كلها تدعيلك. دعوتي في الفجر يا أمه. تسلمي لي في كل ضمه. يلا يا موني. حاضر. تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي الإيد اللي ربت، يسلم القلب اللي سمى. الله، خليك ليه. ما شاء الله. اسمع بقى، اوعى تنسى تعرف هي هتتذاع امتى علشان تقول لي، انا هستناها من دلوقتي. يا حبيبتي حاضر، انا هجيبها لك هنا وتتفرج عليها بنفسك. خلاص، يلا خلي بالكم من نفسكم. عاوزه حاجه؟ سلام، باي يا حبيبتي. ولا يا يوسف، هم عمالين يقولوا الغنى حرام، الغنى حرام، الغنى حلو اهو، بيقول كلام حلو، اتعلم الناس حاجات حلوه، مش كده؟ الله عليك يا حاجه موني. خلي بالكم من نفسكم. سلام يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. سلام يا موني. أنا هبقى أعمل له باي باي في التلفزيون، هو ممكن يشوفني. تيجي أعمل لك رجلك؟ تعالي تعالي تعالي، اديني رجلك يا ماما. هاتي 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 رجلك. ودي هاتي حد من قلبي. هاتي يا ماما، هاتي يا ماما، أعمل لك رجلك. إيه ماما بتغيري؟ الله. تسلم ايديك. ماما، انا حياتي خلاص اتدمرت، يهاب قال لي طلقي من جوزك وانا هتجوزك واتنازل عن القضيه، خربت بيتي وسبت جوزي اللي بحبه واتطلقت ورحت له، طردني من بيته، قال لي مش هتطلعي بره، انا مش هتنازل عن القضيه، يعني الموضوع خلاص، ما بقاش فلوس عايز ياخدها، ده بقى طار، طار بيني وبينه، وانا على جثتي، على جثتي ان انا اسيب الفلوس دي يا ماما. يا خبرك اسود، وعملتي كده ليه؟ اتجننتي؟ في واحدة تخرب بيتها بإيدها؟ سمعتي كلامه ليه؟ عشان ما اضغطش عليكي، عشان ما افضلش ازن على ودانك. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ما انا حاسه ان انا السبب في رقتك في السرير دي، انا السبب. مش
مش هو ده إيهاب اللي انت عايزة تشهدي يا حاجة بالحق عشان هتديله الفلوس بعد ما خرب بيت بنتك؟ يا حاجة يا ست الكل، الجلسة خلاص بعد بكرة، يعني مفيش أصلا وقت للكلام، والجنان اللي احنا كلنا اتجنناه قبل الجلسة كوم، وبعد الجلسة هيبقى كوم تاني خالص. أبوس إيدك، أبوس رجلك، ارحميني وارحمي الغلابة اللي واقفين قدامك دول. انتوا اللي ارحموها بقى، حرام عليكوا. انتوا ايه؟ انتوا اخواتي؟ انتوا اللي انا اتربيت في وسطكوا؟ طب والله العظيم انا الفلوس دي انا حاسة اني ولا شفتها ولا عايزة اعرف عنها اي حاجة، ولا بقيت عايزة اي حاجة من الدنيا والله. يا منيرة انتي غيرنا، انتي مش عايزة حاجة من الدنيا، ما دقتيش حلاوتها اصلا عشان تطمعي في الزيادة، لكن احنا بقى دقنا. وعلى فكرة يا ماما، مش بيت حنان بس اللي اتخرب، انا كمان حياتي كلها هتتدمر. هاني اتورط مع واحد ما عندوش لازمه ولا ضمير، مضى على شيكات متلتله وبقى عليه ديون قد كده، لو ما دفعش الفلوس اللي عليه دي هيتحبس يا ماما، وحياتي كلها هتتدمر. وانا كمان يا ماما، انا كمان حياتي كلها اتدمرت وبيتي اتخرب. تقع يا ماما، تقع يا ماما، تقع، ما بقتش تقع. اوعي تقع، بقت واحده تانيه خالص. تخيلي يا ماما، تخيلي تقع مش عارفاني، مش عارفاني انا عمر، تقع مش عارفاني، ولا عارفة أمها، ولا عارفة أولادها، ولا عارفة حد. اتعشمت بالحلم يا حبيبتي، الحلم اللي انت في ايدك بس انك تحققه بكلمة منك، كلمة واحدة بس. يمكن الكلمة دي ترجع لي توقع تاني يا ماما، والنبي يا ماما. عشان خاطر يا ماما جدينا، الحقيقه يا ماما احنا بنضيع منك، بنضيع كلنا، كلنا بنضيع. الله يرحمك يا ابراهيم. كان قبل كل عيد، يعني في اواخر رمضان او قبل العيد الكبير، كان ينزل يلف على المعارف والمحلات. عارفين ليه؟ عشان يجيب الخمسة جنيه الجديد. كل واحد فيكو خمسة جنيه ولازم تكون جديدة عادية، يفرح بيها ويحس انها عادية بجد. كنت اقوله ليه يا ابراهيم الخمسة جنيه كتير؟ يقول لي لا، عشان عيالي تطلع عينهم مليانة وما يحسوش ان هم اقل من حد. أنا فاكرة يا ماما لما خدت منه الخمسة جنيه مرة وعورت صباعي، كانت حامية عاملة زي السكينة، مش عارفة كانوا بيطبعوها في البنك ولا عند الحداد، بس كان فيها بركة، كان فيها بركة يا ولاد أمي وأبوي. ده يا منيرة اللي أنت بتتكلمي فيها، خمسة جنيه ايه وعورت ايه؟ وانت يا حاجة، يا حاجة انزلينا بقى، انزلينا وقعدي معانا على الأرض، الله يبارك لك، عيشي معانا الواقع. عندك حق يا خالد، الخمسة جنيه ما عملتش حاجة ولا هتعمل حاجة. مشاكلكم انتوا اللي تسببتوا فيها بنفسكم، ودلوقتي جايين ترموا ذنوبكم عليا. عارفين ان انا بحبكم، وان انا مستعد اعمل اي حاجه عشانكم، الا رضا ربي، الا اخرتي. لا، ده حق ربنا، ده حق ربنا. يا رب يا رب قبل ما اضع خدني عندك. لا، خدني عندك يا رب، خدني عندك يا رب،
كنا عندك يا رب عشان خاطرك. كنا عندك النبي يا ماما عشان يستريحوا كلهم. كنا عندك يا رب. كنا عندك يا رب. عجبكم كده؟ مبسوطين؟ تدعي على نفسها. انتوا ايه؟ بقيتوا عاملين زي الكلاب المسحورة، مفيش في قلبكوا أي رحمة. حرام عليكوا كفاية. منير مدديني. حاضر يا ماما. أنا عايزة ألحق أنام شوية. حاضر يا أمي. خدي يا ريت بقى تنزلي تجيبي لهم حاجة كبيرة كده عشان تشبعهم. مفيش فايدة، قلت لكم مفيش فايدة. مفيش فايدة. أمكم لو راحت المحكمة وقالت إن القمضة دي قمضتها تبقى ضاعته، ولو ما راحتش القاضي هيقول إن هي ممتنعة عن الشهادة وهيحكم وبرضه تبقى ضاعته. الحل الوحيد إن هي ما تروحش، ما تروحش خالص ولا حتى تعتب باب المحكمة ولا تعتب باب الشقة هنا. بساعتها القاضي هيحكم لنا، هيحكم لنا. انت بتقول ايه؟ انا بقول اللي انت فهمتيه يا دكتورة واللي انت كلكم فاهمينه وعارفينه كويس قوي وبتفكروا فيه ليل ونهار، بس ولا واحد فيكو عنده الجراءة انه ينطقها. لا 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 على عين ابو كمال ملهاش حل تاني. كلنا هنموت وكله متقدر ومكتوب، والساعة دي هتحصل، هتحصل على رأيك. ده هي نفسها متمنياه. دي بتتقطع عشانكو. طب اسألوني انا بقى، انا اللي قاعده معاها ليل ونهار. ماشي يلا بقى يا دكتورة، يلا يلا يلا. انت الوحيدة اللي عارفة ايه اللي يتاخد في المواقف اللي زي دي ويجيب من الآخر. مستحيل مستحيل. راح فين يا باشمهندس؟ يلا يا دكتورة مفيش وقت.